الكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة نعود، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب وكل المصريين بصحة وخير يا رب. يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، تقوليها لمين؟ اقولها لبابا الله يرحمه. تفتكري عنه ايه؟ كان راجل بوهيمي طوباوي. ايه؟ طوباوي، يعني يحلم باليوتوبيا، وكان بوهيمي بيحب الفن ويسمع مزيكا ويسمع أغاني وحافظ القرآن. كان تركيبة كده يعني مجنونة. أنا أظن أن تركيبتي أقرب التركيبة دي. في مشهد معاه فاكراه مش قادرة تنسيه؟ طبعا، كان بيقعدني على حجره وأنا صغيرة خالص ويحكي لي قصص الأنبياء كل يوم قصة. راح بقى في السورياليزم بقى بتاع سيدنا يونس جوه البطن السمكة، والسيد المسيح هو بيتكلم يساجل اليهود، وكل هذه الفانسي او الفانتازيا اللي بدات تخليني افكر ان في عالم اكيد ما ورائي. النسيان سعاده ولا تعاسه؟ لا، النسيان سعاده، وانا بستغل هذه السعاده. بتستغليها ازاي؟ عندي اليه لا اراديه، يعني مش بتحكم فيها، اني بنسى الاساءه وبنسى معاها الشخص الذي اساء، يعني الاثنين بيروحوا في كارت واحد مع بعض. لقطة فاكراها من الحي العباسية اللي اتولدتي فيه؟ لا كتير، أقربها بقى للرمضان كتير، أقربها بما أننا بنتكلم في رمضان المسحرات. المسحرات، أنا بخاف منه زي ما قلت لك، أنت عارف أن أنا عندي فوبيا المسحراتي، ترعب من صوت الطبلة يعني. عشان رمضان في العباسية ليه جو ممتع جدا جدا جدا، كل حاجة في العباسية حلوة. مش عارفة ليه، يمكن عشان كل واحد بيقول كده على الحي القديم بتاعه. كل واحد بيتصور أن الفرح حيث ولد وحيث عاش طفولة. طبعا متحيزة لحي حي طفولتي. كنا فاكرة ريحة الشمع بتاع الفانوس. الله، حلو التعبير. لا يمكن، فيش فوانيس العالم كلها. وفاكرة فانوسي بالذات كان شكله ايه، والإزاز بتاعه كان شكله ايه، وألوانه كان شكلها ايه، وأدفع كثيرا مقابل فانوس شبهه. وكتير من قرائي لما أنا علمت ده جابوا لي فوانيس مختلفة، بس ولا واحد منهم شبه الفانوس بتاعي. فاكرة ايه من أول قصة حب دقت على باب قلبك؟ أول قصة حب حبني ابن الجيران، وكان بيبعت لي قصايد شعر، وكنت مغرمة قوي بالموضوع ده أني كتب فيها شعر، حتى اكتشفت أنه ينقل نقلة مسطرة من نزار قباني يعني. فاكرة إيه من أول علقة خدتيها؟ أول علقة خدتها وكتبت فيها قصيدة، كان جدي محمود عاصم المحامي، كنا في عنده مكتب في باب اللوق، مكتب محاماة بتاعه، وأنا لعبت على الآلة الكاتبة التايب رايتر. فعملت حاجة عشان يبدو أن صبر أخويا هو اللي كتبها فياخد العلقة. فما تفهمش جده عرف منين النالة اللي عملتها وأنا اللي خدت العلقة. صورة لوالدتك مش ممكن تنسيها؟ صورة فرحها، لأنها قدام مكتبي طول الوقت وبشوفها دايما، فستان الفرحة. لحظة ألم عشتيها محفورة جواكي لحد دلوقتي؟ لحظة تكفين ماما، مش الغسل اتقبلته عادي كأني بحميها، لكن لحظة اختفاء وشها بالتكفين. افتكرت لحظة الطفولة بتاعت لما وشها كان بيغيب من الفصل أول مرة تسيبني في المدرسة، مش فاهمة يعني ايه ماما تسيبني في مكان غريب وتمشي. واستحضرت اللحظتين مع بعض، وكتبت وجهك الذي يغيب من شباك الفصل، وماما بيحطوا الكفن على وشها. قعدت اصرخ وقلت لهم كده مش هتعرف تتنفس، مش موجودة. بس انا جالي احساس ان هذه هي اللحظة الأخيرة التي سأرى فيها ملامح امي، كانت من اقصى لحظات. عبرت قالت لك وعايزة تنسيها؟ ماما كانت دايما وانا صغيرة تقول لي انت مستهلكه مش منتجه، من وانا قبل ما اعرف يعني ايه مستهلك ومنتج. لغايه دخلنا في درس الساينس الحيوانات المستهلكه والحيوانات المنتجه، اكتشفت ان حاجه وحشه جدا ان تكون مستهلك مش منتج. فاكره اول خناقه مع جوزك ولا نسيها؟ مش عارفه ليه مش قادره افتكر، بس لان فعلا انا وجوزي ما كناش بنتخانق ابدا، عارف يتكيف مع جنوني بشكل كبير قوي، حد جميل قوي. بس انا اللي فاكراه ان دايما كنا بنتخانق لانه بيدلع الولاد اكتر، وانا حاسمه قوي او بحاول ان اكون حاسمه زي ماما. فكان دايما طول الوقت هو عايز يعني يتنفس لنا حرفيا، يعني لو يطول ان هو يتنفس لنا علشان ما نتعبش في التنفس انا وولادي كان يعمله. وانا كنت شايف ان ده لون من الوان يعني مش حب اكتر منه، لون من الوان الدلع المرئ. في رمضان.